السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رايحين نحل معجم الدلالة والفهم التحليل والذوق الأدبي والقضايا اللغوية لقصيدة في مدخل الحمراء. اثنين، عدي المعجم واستخرج معي المفردات الآتية: رصعت معناها زينت بالجواهر، يتألق معناها يلمع، رقاد هو النوم. الفهم التحليل بعد قراءتك للأبيات الثلاثة الأولى أجب عما يلي: أين تقى الشاعر بالفتاة في مدخل الحمراء؟ يعني من الشرح هنعرف نجاوب هاي الأسئلة: لما كان اللقاء طيبا في رأي الشاعر؟ لماذا؟ لأنه بلا ميعاد. ما سبب دهشة الشاعر حين رأى الفتاة؟ عندما رأى عينان سوداوان، يعني عندما رأى الملامح العربية الأصيلة موجودة لدى هذه الفتاة. إلى ما يشير الشاعر بقوله: ألف وصحت قرون سبعة، تشير إلى الفترة التي حكم فيها العرب الأندلس، وأمية رايتها مرفوعة تدل أو تشير على الحكم الأموي في الأندلس. صف الفتاة التي قابلها الشاعر كما يبدو في أبيات القصيدة. هاي السؤال الثالث إجابته هيها في نهاية الصفحة. هاي السؤال الثالث إجابته: عينان سوداوان سمراء، شعرك المنساب نهر سود. هي وصفها الشاعر بهذه الملامح العربية: عينان سوداوان سمراء، شعرك المنساب نهر سود. السؤال الرابع: ورد في الأبيات صورة للبيت الدمشقي، يوضح ذلك. ورد ذلك في البيتين السابع والثامن. توضيحها هي السؤال الرابع: بيوت قديمة تمد في غرفها الوسائد، وتزرع نبات الياسمين، وبركة في البيت أيضا. هاي وصف للبيوت الدمشقية الموجودة أو قديمة، البيوت الدمشقية القديمة. السؤال الخامس: بعد قراءتك للأبيات الأربعة الأخيرة، مما تعجب الشاعر من فخر الفتاة بأجدادها الإسبان؟ هي تعجب من ذلك. ماذا تمنى؟ تمنى لو أنها تدرك أن الذين تعنيهم هم أجدادي العرب. ما الجرح الذي أشار إليه؟ هي ضياع الأندلس. ما الجرح الجديد؟ أنها نسبت أمجاد العرب لإسبانيا. يتنقل الشاعر بين الحاضر والماضي في قصيدته، دلل على ذلك من أبيات القصيدة. وردت هي السؤال السادس هون إجابته يمس بيت الأول والخامس والسابع والبيت 17. لما ذكر الشاعر في البيت الأخير البطل طارق بن زياد في رأيك؟ أنا حكيت أثناء الشرح ذكره ليدل على عروبة أجداد هذه الفتاة. التذوق الأدبي عند الصور الفنية كلها يمس كتبتوها على الدفاتر كلها، أنا وضحتها أثناء الشرح وانكتبت جميع الصور الفنية، ما في داعي أعيدها مرة ثانية، واحد واثنين ما في داعي أعيده. السؤال الثالث: تبدو العواطف الآتية بارزة في الأبيات، دل على البيت الذي يحمل كل عاطفة. الفرح والسعادة البيت الأول عندما التقى بها بلا ميعاد، الفرح والسعادة البيت الأول. باء الحنين إلى الوطن البيت 7 والبيت 13، فيه حنين إلى الوطن. الفخر في البيت الخامس والبيت 17، فيه فخر الخامس و17. أربعة: ماذا قصد الشاعر بالعناق في قوله: عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد؟ ده يدل على، أو قصد الشاعر هنا، ليس دليل، قصد الشاعر هنا الافتخار والشوق. قضايا لغوية: نميز بين الفعل المبني للمعلوم من الفعل المبني للمجهول فيما تحته الخط. ألف: رصعت بين ضم الأول مكسور ما قبل الآخر، إذن هي مبني للمجهول. يلهث بين أنها مبني للمعلوم. تركت مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر، إذن هي مبني للمجهول. ترينها مبني للمعلوم. 2. صنف الأفعال التي تحتها خط إلى أفعال مزيدة وأفعال مجردة. مزيدة يعني حروف زيادة عن الحروف الأصلية للفعل، ومجردة فقط تحمل الحروف الأصلية. مثلا تحتها خط عندنا سألتها، بين فعلنا الألف وعندنا التاء، هاي زيادة، إذن الفعل ما
مزيد، سألتها مزيدة، أفعال مزيدة. أعادني أيضا وجود الهمزة وجود الألف هنا مزيدة. جيم الفعل اقرأ. اقرأ هو أمر، وإحنا ما نطلع على زمن الفعل نعرف هو مجرد هل هو مزيد. إحنا بهمنا الحروف الأصلية فيه هي قراءة، بس مش تحكي إنه عشان أمر في حرف الهمزة هنا، الهمزة الوصل هنا مزيد. لا، اقرأ هي مجردة، لكن هي جاءت بالأمر. اقرأ مجردة. دال تمد. تمد أصل الفعل مد، بالماضي هي مدة. والتاء مش تحكي لي بس هي مزيدة، لا، هاي التاء تاء مضارعة ليست مزيدة، حروف المضارعة ليست حروف زائدة. إذا تمد مجردة، مفهوم يا مس؟ مضارع أو أمر ما بنعتبره مزيد، هي مجرد فقط بس جاء بهذا الزمن. ثلاثة، ميز الفعل اللازم من الفعل المتعدي فيما تحته خط. يتألق القرط الطويل بجيدها. يتألق القرط الطويل، يتألق لازم، شو يعني لازم؟ يعني اكتفى بوجود الفاعل، واكتمل معناه بوجود الفاعل. يتألق القرط الطويل، لم تقبل وجود مفعول به، ولم تحتاج، عفوا لم تحتاج إلى وجود مفعول به. وصحت قرون سبعة، أيضا صحت قرون سبعة، الجملة كاملة وتمت المعنى، لم تحتاج إلى وجود مفعول به، إذا الفعل هون لازم. الزخرفات أكاد أسمع نبضها. أسمع نبضها، بين نبضها مفعول به، أسمع أنا نبضها مفعول به، إذا الفعل هون متعدي. والزركشات على السقوف تنادي. تنادي أيضا مثلا أقول تنادي أو تنادي، الفعل هنا متعدي. ممكن أعرب ما تحته خط إعرابا تاما. عينان سوداوان في حجريهما. عينان اسم وبداية الجملة، إذن هي مبتدأ وهي مثنى، مبتدأ مرفوع بماذا؟ بالألف، لأنها مثنى. وأمية راياتها مرفوعة. أمية راياتها مرفوعة، راياتها معها ضمير يعود على الاسم الذي يسبقها. حكينا إذا كان عندنا اسمين ورا بعض والثاني يحمل ضمير يعود على الاسم الأول، هون بيكون في عندنا مبتدأين، لأن راياتها مبتدأ ثاني مرفوع بالضم وهي مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. هاي مس الإعراب واضح أمامكم، حجر بالإضافة. مرفوعة، هاي إعرابها، مرفوعة خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة، والجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. جيم عانقت فيها عندما ودعتها. ودعتها إعرابها هون يا مس آخر الصفحة. ودعتها، ودعتها فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. ودعتها. وهيك بكون أنهينا شرح قصيدة في مدخل الحمراء محل أسئلتها. إذا في بدكم أي سؤال على القصيدة ابعثوا لي على جروب الخاص بيني وبينكم.